مرحبا، معكم سامر. اليوم بدنا نحكي عن ميجا يات من مصنع هيسن يات. طول اليات 80.7 متر ومصنوع من الألمنيوم، وهيدا بيعطي اليخت خفة في الوزن، وبالتالي السرعة بتصير أكثر. هلأ اليخت مجهز بأربع محركات، طبعا أربع محركات كبيرة، هن MTU 4000 4000 M73L، وهيدول بيعطوا اليخت قوة 19000 حصان. Oh my god، شي فعلا قوة كبيرة ورائعة على يخت بهالحجم هيدا. والشيء الأكثر أهمية هي السرعة القصوى اللي بيمشيها اليخت، وهي حوالي 29 عقدة. يعني هيدا اليخت بهالحجم هذا 80 متر بيمشي حوالي 29 عقدة، طبعا سرعة كبيرة ورائعة جدا. يعني هي سينياتس جماعة، مصنع طبعا صار له زمان بالماركت. هلا اليخت مجهز بمنصة هليكوبتر، وبتتحول لجلسة رائعة مع شاشة كبيرة مثل ما احنا شايفين هون، والشاشة الكبيرة بتصبح مثل مساحة لسينما مفتوحة. وخلينا نشوف مع بعض كمان اليخت من الداخل. شكرا لكم، واتمنى ان تكونوا استفدتوا من هالفيديو، واذا عجبكم يرجى الضغط على اللايك وايضا اشتراك بالقناة لتشاهدوا الفيديوهات القادمة، وشكرا.